السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، لدي سؤال وطلب. سل واطلب. السؤال الأول، هل ترك الأوامر أعظم من فعل المنهيات؟ بعض العلماء يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن التحرير المسائل تختلف، فكل مسألة بحسبها.